طب رأيك ايه بقى في منطقة ان انت داخلة المجلس والاول مرة 148 سيدة في مجلس، 148 سيدة في مجلس النواب المصري حتى الآن؟ بالظبط. شوف انا بقول، انا دايما بقول ان عبد الفتاح السيسي ده هدية ربنا لمصر، وايضا هدية ربنا للمرأة المصرية اللي هي عماد البلد، يعني هي اللي بتحمل وهي اللي بترضع وهي اللي بتربي وهي اللي طلع 30 مليون مصري، هي ربتهم، حموا مصر في 30 يونيو، يعني ما بين 30 ل 40 مليون. فانا عايزه اقول ان ده رد اعتبار للمرأة. انا يعني لو اقول لك، انا يعني بكل تجربتي الإنسانية وفي كذا في اكتر من مجال، ولما كنت بشتغل بره يعني رحت بلاد عربية ورحت بلاد أوروبية وكله كله كله، والله أنا كنت بحس ساعات بأن أنا يعني ببكي لما أسمع الناس تقول لك المرأة عورة، المرأة مش عارفة لازم تعمل إيه، في النهاية المرأة لازم تدفن. إيه ده؟ جولنا منين دول؟ جولنا منين؟ بس مصر مين؟ طول عمرها الرائدة في حرية المرأة وفي احترام المرأة كل حاجة. أيوة، بس اللي حصل إن إحنا ما كناش بنسمع غير ده. وعلى فكرة معلش، كل القنوات كانت تحت امرهم وكانوا بيطلعوا يقولوا لنا اي كلام يعني. فانا النهارده بلاقي ان احنا المراه لما تطلع، المراه لما في البرلمان، يعني في حد كان بيسالني هتدافع عن المراه؟ قلت له لا، هدافع عن مصر، لانه انا مشكلتي ما فيش مراه ورجل، في مصري. ده مهم جدا. انا لما اتكلمت كتير قوي مع ناس، يعني انا كان بالامس عندي حد من تنسيقيه شباب الاحزاب وزوجه يعني احد الشهداء مصر، ودخلت البرلمان المصري عن تنسيقات الأحزاب. نعم. فبسألها، أنا قلت هتوقع أن هي هتقول لي إيه، أنا داخلة أدافع عن حقوق المرأة، هتضم كذا. تعرف قالت لي إيه؟ أنا داخلة لجنة الإدارة المحلية. بالظبط كده، عشان التنظيمات. فاكتشفت وأنت النهاردة بتقولي لي الثقافة والإعلام. والله ما سمعتها للأسف، مع إني بتابعك دايما، بس مش عارفة امبارح كان في إيه. تمام. بالتالي لا، ده انتوا كده، ده انتوا داخلين على تخصصاتكم يعني، وده أيوة. وده بيوري الناس قد ايه ده مهم. ايوه، لان احنا عايزين مصر، احنا مش عايزين ده، احنا اللي هنيجي نكرس التفرقه رجل وامراه. وهو الرئيس لما رد الاعتبار للمراه، ولما قال لازم 25% على الاقل هو لثقته في المراه، وهو قبل كده على فكره اشار الى انه الجيل اللي موجود واللي ضحى واللي دافع عن مصر واللي منع مصر من التفتت هو الجيل اللي ربته المرأة المصرية. أنا دايما بقول هات أعظم شخصية في التاريخ، على مر التاريخ أعظم حد في التاريخ ما كان يمكن أن يكون له وجود لو لم تلده امرأة. مظبوط ولا لأ؟ طبعا يا فندم. بس المرأة ما كانتش تلده لوحدها برضه، الراجل، ما احنا يعني ماشي. على مهلك علينا شوية برضه. لا، ما حدش بيهاجم الراجل. أيوة، والراجل برضه بيصرف وبيربي يعني، ما هو يعني ما أنا عايز أقول الاثنين بالظبط كده، هما وجهان لعملة واحدة. بالظبط كده، وجهان لعملة واحدة بالظبط، وهو كده. المجتمع. أيوة، أهمية الدفاع عن هذا ومصر. المجتمع والرأي. أيوة، واحترام القدرة عند المرأة. أنا شخصيا بشوف أن الست أكثر تركيزا من الرجل في حاجات كتير. نعم. وأكثر تنظيما وأكثر إصرارا. بسم الله ما شاء الله عليكم، لما تصمموا على حاجة دماغكم وده جميلة. وده كويس، ده حاجة في صالح البلد يعني. طبعا ما أنا عارف طبعا. ده أكيد. لا، طب بس أنا واقف قدام تساؤل. نعم. طبعا أنا عارف إن صعب جدا على المرأة خوض الانتخابات، ولكن لما أنا يكون قدامي إن اللي حكم نتيجة الانتخابات المصرية كان تواجد المرأة في الانتخابات، نعم، نزولها، نعم، بقوة شديدة، نعم، جدا، وفي نفس الوقت كان عندي مرشحات كتير سقطوا. أيوه، في الانتخابات المرأة ما اختارتهمش. بالظبط. أغلبية المرأة في البرلمان هي اللي جاية عن طريق القائمة الوطنية. نعم. إنما في ستة عدوا سيدات. نعم. تم انتخابهم بالزبط. بدرعهم الحقيقة يعني، من عدد كبير. انت شايفها ازاي؟ لماذا لا تنتخب المرأة؟ نعم. المرأة، لأنه زي ما قلنا المرأة المصرية يعني مواطنة واعية، هي بتنتخب مش تحزب للمرأة أو انحياز للمرأة، لا، بتنتخب الأصلح. وعلى فكرة في الانتخابات دي كلنا شفنا، واحنا رحنا وانتخبنا يعني، ولا في حد بيراقب؟ مش كده؟ ده انا مفيش خالص خالص. اصل بتاع الانتخابات انا اول مره في حياتي، وانا قلتها كذا مره. ايوه، مفيش بني ادم واقف قدام باب لجنه، مفيش. ف
فده كمان بيوري لك ان المرأة بحرية جامدة جدا وحرية مطلقة اختارت الانسب، وده يوري لك ليه. ما هو ده كمان ترجعوا تاني، انا دايما اقول المرأة في 30 يونيو ما هي اللي ربت الجيل ده، هي اللي قالت لي دي بلدك. يعني